مبادرة خفض الأسعار زي ما حضراتكم عارفين بتتحرك الحقيقة في محافظات الجمهورية، وبطبيعة الحال طبعا في إقبال كبير جدا من المواطنين على هذه المبادرة. معنا على التليفون دكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، مساء الخير للسادة المشاهدين. مساء النور يا دكتور علاء. يعني قل لنا حاجات حلوة في ظل هذا العالم البائس. والله بص، الدولة كلها بتعمل خارجيا وداخليا. خارجيا زي ما حضرتك شايف المشاكل اللي في غزة ومحاولات ومساعي الدولة من القيادة السياسية لوزير الخارجية لدولة رئيس الوزراء راح المعبر، الكل بيعمل اللي يقدر عليه. في الجانب الآخر النهاردة مشكلة الأسعار هي مشكلة مبررة، احنا عارفين أسبابها ايه، سواء الحرب في روسيا وأوكرانيا، المشاكل في غزة حاليا، كل ده أدى إلى التضخم ارتفاعه بنسب عالية جدا. ولكن رغم أن دي مشكلة مبررة فهي غير مقبولة، غير مقبولة لا من الدولة ولا من المواطن ولا من القطاع الخاص نفسه. فبدأت فكرة المبادرة أن مجموعة السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها البيت المصري، بنتكلم على الفول، بنتكلم على العدس، بنتكلم على المكرونة، على الرز، السكر، الزيت، السلع الأساسية، ابتدينا نحلل تكاليفها جايه منين، ازاي نقدر نحن نخفض هذه التكاليف. شراكه تامه للحكومه والقطاع الخاص، القطاع الخاص مشكورا وافق ان هو لمده المبادره 6 أشهر التي قد تمتد، واتمنى الا تمتد، لان تمتد معناها ان ما عرفناش نحل المشاكل اللي حوالينا وللاسف هنضطر نمد المبادره. خصم من 15 ل 25% لمده 6 أشهر. القطاع الخاص وافق سواء منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع ان ارباحهم تبقى صفر، الشركات السلاسل التجارية وافقت ان ارباحهم تبقى صفر، تم توفير التمويل من البنك المركزي. دولة رئيس الوزراء في اجتماعاته الاسبوعية معانا لهذه المبادرة اللي بيشرف عليها من الالف الى الياء مع السادة الوزراء المعنيين، تم اصدار العديد من القرارات اللي تساعد لخفض الاسعار. الحمد لله قدرنا نوصل، ويمكن الشركات، وهنا بشكر القطاع الخاص المصري اللي ابتدى في خفض الاسعار قبل ما نطبق اي شيء. الخفض ابتدى في السلاسل التجاريه، المحافظات اللي ما كانش فيها سلاسل عملنا فيها شوادر، الناس عارفه مكانها اللي بنعمل فيها اهلا رمضان العوده المدارس، نفس السلع موجوده فيها. ودلوقتي بدانا في التحرك لتغطيه اصغر قريه في اصغر محافظه في مصر، اللي عملناه جزئين، جزء ان الشركات اللي عندها التكنولوجيا انها تطبع على السلعة السعر مطبوع على السلعة زي شركات الالبان عندها هذه التكنولوجيا، وبالتالي هذا هو الحد الاقصى لسعر البيع. الشركات اللي ما عندهاش هذه التكنولوجيا اختارت كافة المنافذ ان سعر البيع الجديد وهو الحد الاقصى، يبيع اقل منه زي ما هو عاوز، ولكن هذا هو السعر الاقصى. بدأ تطبيقه، ناشدنا منتسبنا الالاف عشرات الالاف من البقالين والمحلات الصغيره في كافه ربوع مصر بتطبيق الحد الاقصى واعلان الاسعار وهو حق اساسي للمواطن. ما استزمش بهذه المناشده وزاره التموين والتجاره الداخليه من خلال الياتها مباحث تموين وغيرها، بدات في النزول، اتعمل يمكن خلال اليومين اللي فاتوا اكثر من 6000 محضر للمخالفين، وابتدى دلوقتي التطبيق في كافه المحافظات. عظيم جدا يا مسهل، هو خبر جيد. انا بشكرك. وبتكلم على اسعار، يعني السكر اللي وصل ل 40 جنيه بيتباع ب 27 جنيه، احنا بنتكلم على خصومات فعليه يشعر بها المواطن المصري. عقبال ما ينزل يبقى 20، او اقول لك يبقى 7 في يوم من الايام. انا بشكرك جدا يا دكتور علاء، كلنا نتمنى، يعني احنا لو نطول نخلي الاكل ببلاش يبقى اهلا وسهلا، بس زي ما بيتقال كده هو ادي الله وادي حكمته، ده الوضع العالمي بالمناسبه، ولسه لينا كلام حول هذه الاوضاع الاقتصاديه.